بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أبارك لكم مجددا ميلاد أنوار كربلاء وأبطال كربلاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع لطريقهم وحسن السير على منهجهم. في الروايات يشار إلى قصص متعددة عن أحداث متعددة، والكثير من الذين يقرؤون أو يطلعون على هذه الروايات والأحداث تتباين مواقفهم في تقييم الحدث وفي طبيعة القراءة التي تحصل. حينما نرى في هذه الأحداث على سبيل المثال أن السفياني سيهجم واليماني سيجابه والخراساني سيجابه أيضا، هذه قصة لحدث بمعزل عن تفاصيل ما سيحصل، لكن تارة تقرأها كقصة ستحصل مستقبلا، وأخرى تقرأها بعنوانها إشارة إلى منهج أرادت الرواية أن تشير إليه. بمعنى، هل يمكن أن حدثا كحدث السفياني في أن يهاجم منطقة من المناطق يمكن له أن يتكرر في مناطق متعددة أو لا؟ فإذا كانت مجابهة مثل السفياني من قبل اليماني ومن قبل الخراساني محبذة وممدوحة، إذن منهج المتدين أن يبقى متأهبا للاستعداد إلى كل حدث يمكن أن يشابه الحدث المعادي، لأن حدث الاعتداء لا يتعلق بعنوان السفياني فحسب، وإنما بعنوان إنقاذ الأمة من محنة وقعت بها. وبالنتيجة شتان ما بين من يقرأ علامات الظهور وبين من لا يرى في هذه العلامات منهج للعمل في زمن الغيبة. وحتى أفصل في هذا الموضوع، نحتاج إلى ملاحظة كيف يتعامل الناس مع كل قضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مع أن هذه القضية أشير لها بعنوان محدد في رواية الإمام الباقر، في رواية الإمام الصادق أيضا صلوات الله وسلامه عليهما، حينما يقال لهما بأنه احنا نرجو ان تكون الامور تستوي عفويا الى الامام ببساطه بسلاسه، شنو كان جواب الامام؟ لا والله، حتى نذوق وانتم العرق والعلق. اشاره الى ان هذه القضيه لا تؤتى بسهوله ولا تتحقق بسهوله، وانما تحتاج الى
من يبذل الجهد ومن يكون مستعدا لإراقة دمه في هذا الطريق حتى يمكن لها أن تتحقق. والسؤال هنا، هل أن هذه القضية موقوفة على عهد الإمام بأبي وأمي، بحيث أننا إذا ما أردنا أن نبذل العرق والعلاق قلنا بأن الإمام لما يظهر بعد، لذلك ماكو داعي، إحنا مأجلين بذل العرق والعلق إلى وين؟ إلى زمن الظهور. هل الأمر بهذه الطريقة؟ أم أن الوصول إلى مجتمع مستعد لبذل العرق والعلق غيرة على دينه وعلى عقيدته وعلى مذهبه في كل الأحوال، ظاهرة اليماني والخراساني إذا ما مدحت هي ظاهرة في زمن الغيبة، ليست ظاهرة في عالم الظهور، وإنما هي قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه. لماذا مدح هؤلاء؟ لماذا أهل المشرق سمي قتلاهم بأنهم شهداء وأنهم لا يسلمون رايتهم إلا للقائم صلوات الله وسلامه؟ هذا في زمن الغيبة، هذا ليس في زمن الظهور. وأحسب أن الأمور لا تؤتى هكذا، بحيث أنه أنا أقول إن شاء الله من يطلع الإمام أنا مهيئ نفسي وأقاتل وأنصر وإلى آخره. من يدرك إذا ما تمر بالتجربة وتثبت لنفسك قبل ما تثبت للآخرين، بس الآخرين مو مهم، لكن تثبت لنفسك أن لديك القابلية والمؤهلية لو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أراد أن منك أمرا معينا، حتى لو كان هذا الأمر أن تقتل نفسك أو أن تستشهد في سبيل هذه القضية. من اللي يقول أنه أنا عندي القابلية؟ نعم أتكلم، سهل الكلام. أنا ذاكر أكثر من مرة حسان ابن ثابت شاعر رسول الله، قصائد من تسمعهن قبل المعارك تشوف تقول هذا الرجل شجاع الصنديد إلى درجة هائلة جدا، لكن هو في أثناء المعارك إيش كان يسوي؟ يختبئ وراء النساء، حتى أن عمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله أعطته سيفا من خشب. القول والادعاء والشعار والمحاضرة وما إلى ذلك ما هي مو دلالة، فما بالك إذا كانت هذه القضايا هي من القضايا الكبرى اللي تحتاج الأمة برمتها، ما تحتاج إلى الواحد والاثنين، تحتاج إلى أن تندفع الأمة كلها باتجاه تحقيق مرادي نصرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا شك إذن نحن بحاجة إلى مناهج لتربية المجتمع، مناهج تعبوية، مناهج تثير الحماسة، تثير الصبر، تعطي معاني الجهاد والثبات والمصابرة وما إلى ذلك، تعطيها معان جدية. هذا اللي احنا محتاج، وإلا في نماذج كربلاء، ليش نروح بعيد؟ في نماذج كربلاء شاعر كبير كجرير ابن عبد الله ورجل يمدح ويثني وما إلى ذلك، من وصل الأمر إلى أن الإمام الحسين يستنصره اعتذر، عينك اعتذر ما أقدر. ليش السمو مهم، بس النتيجة العملية شنو اللي صارت؟ ما قبل يشترك،
وهو اللي الإمام قال له إذن ابتعد، فإن من سمع واعيتنا كذا وكذا. لا تسمع واعيتنا، صرختنا لا تسمع. وبالفعل هذا الرجل هم ابتعد. إيش قد تفتكر مجتمعنا إذ لم تجري في داخله مناهج للتغيير الاجتماعي والفكري والعاطفي وأحاسيسه، من شأنها أن تعبئ طاقات المجتمع. نفس المشكلة اللي وقع بها رسول الله صلى الله عليه وآله، يجب أن نحذر من عندها. من صار أكو قتلى عند أصحاب رسول الله في أحد وفي غير أحد، كان المنافقين ماذا يقولون؟ لو أطاعونا ما ماتوا. هذا المنهج لحد الآن موجود عندنا لو ما موجود عندنا؟ أنه قلنا لهم لا تتحركون، قلنا لهم لا تسوون، قلنا لهم كذا، قلنا لهم كذا، النتيجة شنو؟ العملية التعبوية حذفت، وحل محلها دعوات للإحباط، دعوات للتخذيل، دعوات لكسر الإرادة. طبعا أنا لا أدعو هنا إلى أن تكون العملية فوضوية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الكبرى للأمة. القضايا الكبرى للأمة يجب أن يكون هناك اتفاق أساسي تحت وصاية القيادة الشرعية للأمة، ما بيها مجال أنا أقرر وعلى الآخرين أن يتبعوني، وإذا ما تتبعوني هم كذا وكذا، وإنما نحتاج هذه القضايا الكبرى. أما قضية كقضية التعبئة العامة للجمهور في قضايا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وخذ نموذجا حالة الأربعين، حالة تعبوية هائلة جدا، لكن من الذي عبأ؟ من الذي حرض؟ الأمة حرضت نفسها على نفسها، والكل لم يكن ليسمح بأي كلمة تحاول أن تحبط إرادته. من أجت هاي الحالة؟ أجت نتيجة الشعور الداخلي بضرورة أن تتم هذه القضية بهذه الطريقة. لو قدر أنه زيارة الأربعين قيل للناس يا أبا ماكو داعي تروحوا المشي، روحوا بالسيارات، المهم تواجدوا في كربلاء. ليش راح نشوف أن الناس ترفض حبا بالمشي؟ لا، مو حبا بالمشي، وإنما عشقا لقضية أثارت في داخلهم مسؤولية خاصة، يشعرون أنهم مسؤولين أن يشاركوا الحوراء صلوات الله وسلامه عليها على سبيل المثال في السير باتجاه كربلاء. اليوم احنا نتحدث عن قضية كبرى تريد أن تقلب العالم من حالة الظلم والجور الذي يهيمن عليه إلى حالة القسط والعدل. أنا أسائل التغييرين الإسلاميين، أين هي المناهج التي تهيئ الأمة لحدث من هذا القبيل؟ وإحنا من نتحدث عن قسط وعدل ما نتحدث عن مجرد مسيرة، نتحدث عن أخلاقيات وسلوكيات تؤمن القسط والعدل قبل ما تنطلق إلى القسط والعدل. ونفس الأمر علينا أن ننظر إلى، بحمد الله أنا أزعم أن تربية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم والعلماء الذين ساروا على هدي أهل البيت صلوات الله عليهم أنتجت نتاجات رائعة جدا في عملية تغيير الأمة، وإن بصمت في الكثير من الأحيان لم يكن هناك صخب في هذه القضية،
لكنها بالنتيجة أوصلت مسار التشيع إلى مسارات هائلة لم يكن ليحلم بها أي أحد. لكن نحن اليوم وصلنا إلى محطات لا يمكن لنا أن نتراجع عنها، وصلنا إلى مثابات أي تخلف عنها يمكن أن تؤدي إلى كسر هائلة جدا في أوضاعنا. اليوم الصهاينة يئنون، الأمريكيين يئنون، البريطانيين يئنون، المنافقين يئنون، النواصب يئنون، من سبب أنك تقدمت. إذا تيجي تريد تتراجع الآن تذبح، مو مجرد أنه والله أنا خلص سالمنا وخلينا نرجع، تذبح، ما عندك مجال إلا أن تتقدم. وأي قصة اسمها تراجع تعني أن تضع السيوف على الرقاب، بس هذا حتى أنت تبقى تتقدم أو تبقى مصابر في نفس المكان اللي وصلت إليه. شنو اللي يحتاج؟ يحتاج إلى عملية تعبوية، لو ما يحتاج إلى عملية تعبوية. من نعم الله أنه إحنا وضعنا، حينما وضعنا في طريق الغيبة وضعنا والبلاءات معنا، وأنا أشرت في محاضراتنا في دروس الدورة التبليغية إلى أن البلاءات وجدت من أجل أن تستحث إرادتنا وتحرضنا، مو خسارة ولا هزيمة، وإنما هذه البلاءات مثل وقود يصب على نار يراد لها أن تطفأ، أن يراد لها أن لا تطفأ. لذلك وصف الشهيد بأنه حي ولكن لا تشعر، وحياته عبر حياة هذه الأمة. بناء على ذلك إخواني الأعزاء، أنا أعتقد أننا أمام ضرورة إعادة فهم ما حكي لنا في علامات الظهور وفي قصص المستقبل. قصص المستقبل عرضت لنا أحداثا فيها ما هو مر وفيها ما هو يرتجى، لكن في كل الأحوال ما هو مر لن يحصل مع أمة مستعدة، وما هو يرتجى لن يتحقق مع أمة غير مستعدة. وبالنتيجة نقرأ الروايات بناء على أن فيها منهج للعمل، مو مجرد قصة تحكي. خلونا نطلع من هذه الثقافة اللي تنظر إلى علامات الظهور بعنوانها قصة، ويتحدث الإمام عن المستقبل ولطيفة القصة، هيك بالأخير هيك راح نصير، هيك راح نصير، نعم هيك راح تصير، لكن بناء على مبدأ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في آليات التغيير وضع الشارع المقدس مبدأ اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف في جوهره هو عملية حفاظ على المجتمع أو تغيير المجتمع، ما بسكوت عن عملية القلب، موازين المجتمع ما بهدنة، تراجع إلى الوراء ما مسموح في مبدأ، مع مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما مسموح أن تتراجع. لكن يجب عليك أن تحافظ أو أن تتقدم إلى الأمام. لكن في قصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي يرجعون إلى الكتب الفقهية ولأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راح يجدون أنه أكو قيود وضعت. إذا ما عندك قدرة
هذه القيود راح تزداد. إذا كان عندك قدرة التحفيز راح يزداد. والسؤال هنا، هذه القيود من الذي يوجدها؟ يوجدوها عنصرين، العنصر الأول الظالم، والعنصر الثاني إهمال المؤمن أو تواكل المؤمن، أو خليني أقول ضعف المؤمن. مو هي هاي قصة الغيبة لو غيرها؟ الإمام ليش غاب؟ سبب قوة الظالم وضعف المؤمن. فإذن إحنا في قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هو للأسف الشديد عبادة معطلة إلى حد كبير في واقعنا، علينا أن نكابر على الحقائق، علينا أن نعترف هذه العبادة مهملة مع أنها من أعظم العبادات. مرة نستحي، مرة نخجل، ومرة ما عدنا مبادرة، ومرة خاف يقولون وخاف يحجون إلى آخر. وقسم كبير من عدها اجت من زمن كنا نحسب نفسنا أننا يجب أن نلتزم بالتقية وما أن نشغل بهاي القضايا، من عبر عنها بالرفض أو المجابة. لكن قصة التقية قصة ظرف زماني لا توجد لدينا فيه قدرة، أما مع وجود القدرة ما إلها معنى التقية. التقية محددة لظرف لا نستطيع أن نتكلم فيه، لكن إذا كانت عندنا قدرة على الكلام ما إلها معنى التقية. ولذلك شوف الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى بعض أصحابه بالنهي عن الكلام، ويشير إلى الآخرين روح تكلم، هذا عنده قدرة وذاك ما عنده قدرة. لكن لما نوصل في الواقع الاجتماعي إلى أن يكون لدينا قدرة، علينا أن نفكر أنه مع القدرة أكو مسؤوليات جديدة. ونموذج أمس ذكرته في خدمة الأخوان، لكن أعود وأذكره، لكن الخطاب إلى ما هو أعم من الأخوان. ما حصل في ما يسمى بعيد الحب في النجف ومناطق متعددة، أن المواكب الحسينية تدخلت للوقوف أمام ظاهرة لإفساد المجتمع. المواكب الحسينية، هذه المواكب كانت لها وقفة في عيد ما يسمى بعيد رأس السنة في شارع السناتر في كربلاء وفي شارع الروان في النجف. إذا كانت هذه التجربة ناجحة، وهي ناجحة وبقرة عين بحمد الله، إذن يجب على المواكب الحسينية ويجب على المعنيين بعملية الحفاظ على الواقع الاجتماعي أو تقوية الواقع الاجتماعي أن يتكاتفوا معا من أجل الوقوف أمام كل الظواهر الشاذة اللي تريد تطيح بواقعنا الاجتماعي. والشيء المؤلم أن الظواهر التي تريد أن تطيح بواقعنا الاجتماعي هي مؤدلجة، مسيسة، ممولة، مرعية من قبل السفارات الأجنبية، وتحديداً من له صلة بالترويج الصهيوني. قضايا الإباحية، قضايا الإلحاد، قضايا هتك العفة الاجتماعية، قضايا كثيرة تبتدئ من الكرتون وتصل إلى أعقد القضايا، تدفع لها ملايين. هنا بالنسبة إلى المواكب الحسينية اللي أثبتت
تجربتها خلال 20 سنة اللي مضت على أقل التقادير أنها قادرة على أن تحدث أكثر الأمور قدرة على تغيير المجتمع. اتذكروا هاي المواقف المواكب في دعمها اللوجستي إلى جبهات القتال، اتذكروا هذه المواكب في إيوائها للنازحين الذين نزحوا من أماكن متعددة أيام هجوم داعش، اتذكروا موقف هذه المواكب مع الفتية المباركة، اتذكروا موقف هذه المواكب مع كل قضية تنتدب لها ويجدون فيها أمرا مسوغا في أن يبادروا به. أنا أعتقد أن قدرة المواكب عالية جدا، لكن هذه القدرة تارة ننظر إليها لشأن ظرفي محدد، وأخرى ننظر إليها بأن المواكب رأت في طلب الإمام الحسين عليه السلام للإصلاح في أمة جده تكليفا. حسينيين حاولوا أن يقتبسون من كربلاء كل ممارسة وحولوها إلى شعائر. الممارسة الأعظم في ثورة الإمام الحسين: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلوات الله وسلام عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. لذلك أنا أعتقد أن هذه المسؤولية لا زالت تنادي هيئاتنا الحسينية، مواكبنا الحسينية، اللي هم لهم موقعية محبوبة في المجتمع ولديهم منصة الناس ينظرون إليها بشيء لا أقول من القداسة، ولكن لها هيبتها ولها احترامها الزائد. إذن يا أخواننا يا أعزائنا يا أحبائنا، تعالوا خلينا نتكاتف. أنا قبل مدة نقلت عن المجرم نتنياهو قوله لإيلون ماسك صاحب شركة تويتر بأن الإسلام في المجتمع العربي يحتاج إلى تغيير جذري، وقلت هذا القول وراء أجندات وراء برامج، وهاي البرامج راح تجي إلى الشعوب التي رفضت الصهاينة. أنتوا وين؟ المنتظرين في يا شعوب، من ضمن يا شعوب، الشعوب التي طبعت أو الشعوب التي رفضت، الشعوب التي خنعت أم الشعوب التي قاومت؟ لا شك أنكم تنتمون إلى شعوب أبت أن تقبل بالذلة. لذلك هذه البرامج مؤسسة لكم. التغيير في عقلياتكم أنتوا، يجوز أنتوا ميؤوس من عندكم، لكن أطفالكم بعدهم، فتيانكم بعدهم، فتياتكم بعدهم، وبالنتيجة هؤلاء يمكن أن، والعياذ بالله، إن تهاونا يمكن أن يلحقوا بنا مقتلا عظيما جدا، يا ريت بنا بس. لكن هذه المقاتل يمكن إلها أن تأثر بقضية فرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وعليه أنا أعتقد أن معايير تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن ننظر إليها بشكل جاد. أنت تريد تنتصر إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يريدك تنصر بيا قضية، سألين أنفسكم بيا قضية يريد ينصرك الإمام، وشنو عندك قابليات حتى تنصرك الإمام؟ ترى قصته مو كلها معارك ولا كلها حروب، الحروب هي جزء بسيط ليس كبيرا في قصة الإمام. نعم بالبداية يحتاج إلى هذا الصدام، لكن بعد ذلك التربية الاجتماعية والتغيير الاجتماعي وتهذيب النفوس وما إلى ذلك هي هاي القصة.
وإحنا إذا ما بدينا اليوم مش وقت تريدون نبدأ. لو رجعنا إلى المثال وقلنا أنه اليماني سينقذ، اليماني إن لم تكن لديه قاعدة ربيت قبل ذلك لا يمكن إلى أن ينهض. شنو فرقه عن بقية القادة؟ فقيادات مرت علينا كثيرة، لكن حينما وجدوا أن لا ناصر لهم ولا معين لهم لم تبرز صفاتهم القيادية. هذا الرجل ستبرز له جماعات، سوف يكون موفقا في كسب ثقة الآخرين وبالنتيجة انضواءهم تحت رايته لسبب أو لآخر. رغم رؤيتي أن الأذى الذي سيلحقه السفياني سيحفز المؤمنين أن يلتفوا حول راية تعقد آنذاك، لكن مهما يكن إذا كان هذا العمل ممدوح ويؤدي إلى نتيجة ممدوحة، إذن كيف يمكن لنا أن نتوقف في إيجاد البؤر التي تطلق مثل هذه الرايات؟ راية المشرق الممدوحة من أين ستأتي؟ ومن الذي سيلبيها؟ ولماذا مدحت؟ وأكو رايات كثيرة تنطلق في ذلك الزمن لكنها ما سجل عليها مدح. مدح جيش الغضب، لماذا مدح؟ وكيف يتشكل جيش الغضب؟ وما هي المعايير التي بموجبها ينتمي الإنسان إلى جيش الغضب؟ هذه قضايا يجب أن نفكر بها سلفا، من نقراها يجب علينا أن نفكر بالآليات لتحقق هذه القضية، مو نقرأ. أنا ما عندي أجاثا كريستا جاي تتحدث لي عن قصة، ما عندي نجيب محفوظ جاي يتحدث لي عن قصة، ما عندي أي راوي من رواة العالم جاي يحكي لي قصة. أنا إمامي جاي يحكي لي قضية يقول لي هاي راح تصير، علي أن أفكر شلون راح تصير، فإذا كانت حسنة علي أن أكون أضع لي قدم في بناء هذا الحسن. بس هذا الحسن يجوز بعد يجي فد 200 سنة، لكن أن أخلي لي قدم ثابتة في أن أكون مؤسس لهذه القضية، هذه هي الواجب الشرعي اللي أنا يفترض أن، أو الواجب الغيرة تجاه إمامي أن أؤدي وأن أؤسس له. من دون ذلك أرجع وأقول قصة الإمام مكونة من ثلاثة محاور، أي محور ما يوجد المحورين الآخرين ما لهم تأثير على الواقع. اللي عندنا إمام، وعدنا مشروع الإمام، وعدنا الأمة التي تلبي للإمام. الإمام من الأول موجود، مو أنا اللي غبت بتعبير بعض الروايات، أنتوا غبتوا، الذنوب غيبتكم. الإمام موجود وهو يرى أن تكليفه لو وجد المعين لخرج بأبي وأمي. مشروعهم أيضا موجود، غديرهم لا زال لما يتحقق بعد، ومثل ما طلب، مثل ما طلبت فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، بقوا بقية الأئمة يطلبوا، لكن الأمة المعينة ما هي؟ فإذا الأمة استمرت في عملية التواكل وترحيل القضايا، وهسه بعد وكيد والتواني والتماهل وما إلى ذلك، سألوا أنفسكم شو كنت راح يطلع الإمام؟ إذا المعادلة هي بهاي الطريقة، أمة وإمام ومشروع الإمام، إذا المعادلة بهذه الطريقة، أنتم قولوا الأمة إذا ما مستعدة إيش وقت راح يتحقق الفرج؟ هاي الأمة كانت في زمن أمير المؤمنين لما كانت في زمن أمير المؤمنين؟ كانت في زمن الإمام الحسين لما كانت؟ كانت في زمن الإمام الصادق لما كان؟ لأما موجودين وياهم،
الإمام قتل أمام أعينهم. أكثر من هذه الرزية شنو اللي تفتكر؟ أن رزية ما أعظمها من رزية تعبير الإمام صلى الله عليه وسلم. لكن الأمة تحركت. لو تشوف أفراد يتحركون قيادات ما إلهم، لو تشوف قيادات تتحرك أمة ما عندها، وبالنتيجة بقت مشكلات البصيرة، بقت مشكلات التغيير، بقت مشكلات العمل من أجل أو الغيرة على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بقت هي المهيمنة على الواقع اللي خلانا بعيدين عن الإمام. ويبقى الإمام بأبي وأمي ينتظر كل صباح تهيئوا لو بعتهم، رتبوا أمورهم لو بعتهم. أنا هم قد أضيف من عندي شيء، قد ما تجدون إلى شيء في داخل الرواية، لكن من الإمام الصبح إحنا مرات أنا تجيني رسائل يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم موعد ظهور الإمام. هو جيد، موقعك في قصة الظهور شنو؟ لك موقع لو ما لك موقع؟ لو قدر أن الإمام بأبي وأمي جاء رجع ظهر، هل يا ترى أنا وأنت وأنت وإحنا كنا سائلين أنفسنا ايش راح نسوي؟ عدين أنفسنا إلى شيء يمكن أن نأديه بشكل مباشر؟ لو لا ننتظر حالنا حال اللي ينتظرون. تنتظر ماذا؟ الإمام إذا ما يشوفك في ميدانه شلون راح يتعرف عليك؟ مو أنه ما يعرفك اسم، لكن أنت ما موجود في الميدان اللي هو رايده من الأول، رايدك به أن تكون في هذا الميدان. أنا أعود وأستحث إخواني في مواكب أهل البيت، مواكب العزاء، أنتم مطلوبون في العراق، في إيران، في لبنان، في كل أماكنكم مطلوبون لمهمات الإصلاح. وخر مهمات المقاومة، هذه قصة أخرى. وخر مهمات المواجهة داعش وأمثالهم، قصة أخرى. بس في داخلنا في واقعنا بناتنا في خطر. أنتوا شو تفتكرون يعني الآن من تجي منظمات مدعومة من السفارة الأمريكية تدعو إلى ماراثون تشترك به نساءنا ويا رجالنا، وشنو شبابنا ويا شاباتنا وقدام الناس؟ لو المجتمع ما بأعراف واقعنا إحنا يجوز يستهينون بهذه القضية، بس أعراف واقعنا، عشائرنا، تديننا، مواكبنا، حسينياتنا قصة أخرى. ليش يجون يصرفون أموال؟ وليش يشجعون بناتنا تعالوا اشتركوا وإلكم راح ندفع لكم كوبونات حتى تروحون إلى صالون التجميل الفلاني والتجميل الفلانية، والفانشيست المهمة الفلانية هي اللي راح تشرف على زينتكم وعلى جمالكم. ماراثون ويا التزيين شنو؟ هذا الإغراء ليش؟ رياضة؟ أنا أتعجب يا وزارة الثقافة شلكم دخل في هاي القضايا؟ ليش تشجعون على هاي القضايا؟ ليش تحرضون؟ ما سألتوا أنفسكم المنظمات اللي تدعو إلى هذه القضية هي نفس المنظمات اللي دعت إلى مظاهر الإباحية؟ تذكرون مهرجان ألوان في بغداد شنو اللي كان؟ من اللي دعا إلى نفس هاي المنظمات؟ من اللي يرعاها؟ السفارة الأمريكية. ما تقدرون تشوفون الخطر وين صاير؟ لو قصة صعبة يعني؟ ممكن أكو أغبياء
لكن أنا مو من النوع اللي يسلم أنه أكو أغبياء دائما في القضية، أكو خبثاء أيضا، أكو ناس يقبضون، أكو ناس أدنياء نفوس مستعد أن يهتك عرضه وعرض المجتمع مالته من أجل أن يحصل شوية دراهم. موقف إخواننا جزاهم الله خير في البصرة في الناصرية موقف مشرف جدا، وأنا أدعو باعتبار هذه الحملة يفترض أن تكون، والغريب أن التركيز فيها على محافظاتنا دون بقية المحافظات، مع أني أدين أي قصة في أي محافظة من المحافظات كلهم بناتنا، لكن ليش هذا التركيز؟ لأنه أنت الأمة التي رفضت أن تخنع، ويفترض أن يجبروكم من خلال أبنائكم من خلال فتياتكم يبدون يخترقون القيم يخترقون الأعراف، وبالنتيجة يحدثون التغيير اللي يريدون. من نعم الله أنا مو يائس، ولا تخدعني هذه المظاهر، مجتمعنا أشرف بكثير من أن ينساق، لكن أكو شيء أني أرى أن المؤمن ليس مبادراً، والملحد المتهتك هو الذي يبادر، بينما المبادرة من صفة المؤمن، هو السباق. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، شنو سارعوا إلى مغفرة من ربكم؟ هي لإحداث عملية تحصين المجتمع، تقوية المجتمع، هاي المسارعة اللي مطلوبة. إذا التفت المشكلة هنا أن الكل يقرأ نفس ما نقرأ، الآيات يقروها مثل ما إحنا نقرأها، الروايات يقروها بنفس الطريقة، لكن المشكلة في طبيعة انعكاس القراءة على كل واحد من عندنا. إذا ما وجدنا في الآيات القرآنية في الروايات ما من شأنه أن يحدد لنا منهج المسار، احنا ما جاي نقرأ. والكثير من الأخوان يسألوني كثيرا، شيخنا أنت تتحدث يجب أن نتحرك يجب أن نتحرك، قل لنا شو نسوي بالضبط؟ ما يراد لكم، أنا أقول لكم أكو خلل عندك في واقعك في منطقتك، روح عالج، روح عالج. والله شبابنا الغور فطرتهم سليمة، يحتاجون شوية إلى أن واحد يتحدث وياهم برعاية. هذول شبابنا هم اللي يمشون في الأربعين، شفتوهم مش قد تواقين، شفتوهم مش قد متحمسين، لكن يحتاجون إلى توجيه، يحتاجون إلى شحنة. من هذه ومن ذيك أنا أقول أكو مشكلة في نسب الغيرة على الدين، في غيرتنا على ديننا. وأرجع أذكر خاصة القيادات، لو واحد انشتم من القيادات أحزابهم تقب الدنيا، جيوشهم الإلكترونية تنطلق من كل حدب وصوب، لكن لما تكون أكو مآمر على قيمة من قيمنا، ليش الكل ينظر إلى الآخر يتأفف؟ شوف ذولا ملاعين الوالدين جاي يسوون، عمي هم ملاعين الوالدين، أنت شنو واجبك تروح تعالج اللي جاي يسوي ذولا الملاعين لو لا؟ واجبك تقف أو لا؟ لذلك أعاود الكرة على كل المؤمنين، أكو عبادة منسية يا أخواننا، إحنا في شهر شعبان جاي نطلب رضا الله، جاي نطلب رضا رسوله، جاي نحتفل بميلاد الأنوار وصولا إلى احتفالنا بميلاد من إذا أشرقت الأرض بنوره سوف يعم الفرج على كل العالم. ليش جاي نحتفل؟ من أجل ماذا؟ غير من أجل تحقيق الإصلاح. بسم الله ابدي الآن،
من ابنك إلى بنتك إلى جيرانك إلى كل اللي تقدر عليه يجب أن تسوي. ومو دائما القضية أن أتكلم مع الآخرين. حول نفسك إلى قدوة تقتدى، إلى شخصية محبوبة، إلى شخصية يوثق بها. بذاك الوقت الشباب راح تجيك هي بنفسها، راح يقولوا لك ترى ذولا الجماعة المتمولين من السفارة الأمريكية أو من أموال صهيون أو من أموال الدولة الفلانية أو من العابثين بمستقبل العراق، ذولا هم اللي جاي يسوون هاي القضايا. وأنا أعتقد حقيقة شبابنا والثابين في هذه القضية مو جبناء ولا ناسين ولا ما عندهم غيره، لكن يحتاجون إلى رعايتكم أخواني الأعزاء وبقية الأمور. هذا الأمر إذا ضربت مثال به بالعراق ترى القصة ما محصورة بالعراق. اليوم في لبنان يراد أن تركع لبنان نتيجة لقضيتين، أنه إسرائيل بدأت تضرب وبدأت تقتل ويومي عندنا شهداء وإلى متى إحنا ندفع ثمن هذه القضايا وما إلى ذلك، والآخر يصيح جاي تهددون استقلال لبنان، عمي لا تضربوهم ما لكم شغل ما إلى ذلك. عملية التهريج قائمة على قدم وساق، حتى ماذا؟ حتى يركع الجميع، حتى يذل الجميع، حتى يتسيد الصهيوني أمام. أما الآن لو أن المقاومة في لبنان قالت ما يخالف إحنا نرجع إلى ما وراء خط الليطاني نهر الليطاني، عد إسرائيل راح تنتهي من عندهم؟ لو إحنا قلنا يابا ما يخالف الأمريكي خليه يتواجدون، عد راح يكفون عنا؟ لو اليمنيين قالوا يابا بطلنا راح يكفون عنهم مثلا؟ قصة حقيقية هذه. فإذا كان العدو يتخابث عبر وسائل الترويج الثقافي والترويج الفكري والتأثير على نفسية الناس عبر ما يسمى بالحرب الناعمة أو تهريج الجيوش الإلكترونية، علينا أن يكون لدينا موقف في المقابل. أنا إذا أدعو إخواني في المواكب مو معنى ما أدعو إخواني شعراء المنابر الحسينية، شعراء في مدحهم والشعراء في عزائهم، عندكم رسالة كبيرة جدا. أنتم ما قيل لكم أنه من قال فينا أو من كتب فينا أو من قرأ فينا بيتا من الشعر وجبت له الجنة؟ اليوم كلمة فينا تتحول إلى الأمة التي أرادها أئمة الهدى. شعركم انظروا وين تصوبوا، اليوم عندنا مشاكل جدية في هذه القضية. أخواننا على المنابر، مشايخنا الأعزاء، سادتنا الأعزاء، منبركم مقدس، لا تضيعوه بالركض على قضايا ليست هي مشكلتنا الرئيسية. مشكلتنا الرئيسية إذا الشباب فقدناهم وتنازلنا عن عملية الحفاظ على عقيدتهم، بعد منبركم ما يبقى، راح ترجع لكم الأجيال اللي وقفت أمام المنابر وكسرتها على رؤوس خطباء المنبر. سألوا المرحوم حمزة الزغير وين؟ المرحوم علي الرماحي وين؟ رواديد عظماء خطباء منبر عظماء، من الذي قتلهم؟ قتلتهم نفس هذه الأيادي اللي اليوم إذا هادناها باكر راح ترجع، وهي تدوس على القيمة، وهي اللي تمنع الشعائر، وهي اللي تمنع المنابر، وهي اللي تفعل نفس الذي فعلوه من قبل. أكو بعض خطبائنا الله يجزيه بالخير لو يتحول إلى البرلمان هو يسوي زين، مشغول من أول المجلس إلى آخر المجلس يحلل موقف فلان وموقف فلان. عمي مو هذا، الناس مو رايدة، مو واي مشغولة بفلان وفلان، أنت مشغول أما الناس مو واي مشغولة.
فلان راح فلان التقى فلان ما ذول يروحون 4 سنين تتغير الوجوه تتغير طالب أنا بالوعي السياسي لا شك ولا ريب أنه مطلوب لكن المنبر لا يفقد هويته في الإمساك بعقائد الناس وبغيرة الناس وبعفة الناس هذا هو المطلوب نعم أكو مجال في مجالس أخرى في مناسبات أخرى أن تحشون في كل قضاياكم وأنا أحد الذين يقولون بأن هناك خلل كبير جدا في الأداءات السياسية لا شك ولا ريب واللي يتغافل أو اللي يريد يعيش حالة الغفلة هو مغفل وهؤلاء اللي جاي يصرفون في الفساد قطعا يحتاجون إلى من يردعهم لا شك ولا ريب لكن منبر الحسين منبر الحسين يجب أن يحافظ على دوره في الإمساك بعقيدة الناس في الإمساك بتدين الناس في إثارة غيرة الناس على مبدأ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أنا أعتذر لو فهم البعض من هؤلاء الأعزاء أني أقصد اتجاه معين لا والله لا أقصد أي اتجاه ولا أقصد أي شخصية أنا ما أتمناه أن يتحول منبري ومنبركم ومنبر كل الذين لديهم قدرة أن يتحول إلى إثارة الغيرة على هذا الدين أخواننا في اللي مروا بالزيارة الرجبية وقيل لهم إن موعدكم على الجسر ببغداد واللي حضروا وبشوا ولطموا في ذاك الوقت هم نفسهم كانوا شايفين الإمام يقتاد من سجن إلى سجن وما تحركت أوضاعه طبعا ظروف ذيك الفترة غير ظروفنا اليوم اللي كان يجب في تلك الفترة الآن قد يكون محرم علينا في هذه الفترة اليوم أصبحنا أصحاب قدرة أصبح عندنا عدد أصبحت عندنا مكنة أصبحنا مقتدرين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف تماماً عما كان قبل قبل كانت مبررات عدم القدرة موجودة ما أقدر لذلك ما أقدر أنفذ هذا الأمر لكن اليوم شبينا وجربنا وشفنا تبين هذه المواكب اللي كان بعض المتفذلكين بعض أنصاف الثقافات ينتقدوهم عمي على شنو من الصبح لليل قيمة ويا حسين ويا حسين ويا حسين تبين من تخاذلوا ذولا أمام موجات التعري اجت هاي المواكب اللطامة على الحسين هي اللي حلت المشكلة وهم ذولا اللي يعيبون عليهم لطامة نعم لطامة نلطم على صدور ونتشرف في أن نلطم على صدورنا ليش؟ لأنه هذا اللطم يعلمنا الغيرة على الدين ويعلمنا الغيرة على أعراضنا علمنا الغيرة على قيمنا وعلى مبادئنا اليوم إحنا أصبحنا في واقع هذا الواقع يبدو أن قواعد الاشتباك شيئا فشيئا جاي تروح إلى الأعلى بمعنى إحنا مهددين بأن تنطلق شرارة حرب أشمل بكثير وأوسع بكثير أنا مو متخوف والسبب بسيط أمريكا إيش صار لها تضرب اليمن شهر اليمن الفقيرة اليمن الضعيفة بهؤلاء الضعفاء اللي أنهكتهم حروب استمرت قرابة 10 سنين وقبلها حروب وقبلها حصار وما إلى ذلك اليمن تراجعت ما تراجعت البحر الأحمر جاي يخسر أعداء الإمام مليارات الدولارات لو مو مليارات الدولارات جاي يرعب قلوب هؤلاء لو ما جاي يرعب قلوب هؤلاء وهؤلاء هم الضعفاء الردع الأمريكي شنو أخباره؟ ما له وجود
مقاومتنا بعدها، مقاومة لبنان بعدها، مقاومة فلسطين بعدها، مقاومة اليمن بعدها، مقاومة إيران بعدها. معناها هذا الردع اللي هم يتحدثون عنه يمكن تحطيمه، يمكن عدم الانصياع. أنا أتعجب ذولا بمجرد ما يلوح الأمريكي بقضية خلص انطلقت الجيوش الإلكترونية لحقوا العراق راح. ماكو هذا المنطق. اللي هو جبان خليه يطلع من الساحة يتكتر، ساحة قوية والعدو ضعيف، والله ضعيف. احنا مرات نصنع قوته نتيجة المخاوف، نتيجة إثارة الاحتمالات العجيبة الغريبة. قاعد بلندن وينظر هناك وراح يصير كذا وراح يصير كذا وما إلى ذلك. عمي هذا اللي قلته راح يصير كذا سواه وما قدروا. شو قضية داعش؟ من اللي سواها؟ تفتكرون أهل المنصات؟ أهل المنصات كانوا عبارة عن جسر عبروا عليهم، وباسم الإسلام المزيف جابونا داعش وغير داعش. جربوا حظهم ويانا. شلون شافوا الحد؟ شلون شافوا الساتر؟ منو اللي تخاذل؟ والآن بدأت تطلع الفضائح. أمس زوجة إبراهيم السامرائي أبو بكر البغدادي أمس تتحدث عن فضائحة في بيته، وما خفي قطعا هو أعظم بكثير، لكن ما هبناهم ولا يمكن أن ننهاب. هذا مجتمع ربي وتعب وعليه أهل البيت. لذلك رسالتنا في مثل احتفالاتنا بأنوار أهل البيت مو رسالة صفقة وفرحة وشكليت وما إلى ذلك، مهم هذا الأمر سووه دائما، لكن ما هو أهم أن يحيى الحسين في داخل عقولنا وداخل قلوبنا وفي أيادينا وأرجلنا، تحول إلى سلوكية، تحول إلى منهج حياة. أن يتحول أبو الفضل، أبو الفضل شنو اللي نتعلم من عنده؟ معجبين جدا بأبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذه الغيرة اللي عند أبو الفضل إيش قد تستفزني وإيش قد تريدني أن أكون مثله أو أن أقتفي آثاره. الوفاء اللي عند أبو الفضل إيش قد يهمني أمره؟ مو مهم تنقطع إيده، هو ما مهتم. أنا أبكي على إيده لو أبكي على وفاءه، أبكي على نصرته لإمام زمانه أو أبكي على طبرة راسه. هو إمام الزمان طبر راسه بأبي وأمي، لكن تقدموا الرسالين طول هذا الخط، تقدموا زرافات ووحدانا من أجل بسبب أو عفوا غيرتهم ووفاءهم. إحنا عدنا عدد كبير من المؤمنين حفظهم الله تعالى لحد الآن ربما ما مستفزته أو يجوز مشايف أو ما معاني أو ما مطالع أنه أكو اعتداء على حيثية الإمام نفسه. وشفت الدجالين جاي يسوون، شفت الفاسدين جاي يسوون، لكن على الجانب الآخر شفت ضعف العدو. ذولا متقوين بواحد ضعيف وإحنا متقوين بواحد لا يمكن أن يهزم. وجهة قالت لنا شي يصير بيكم أنتوا فائزين، إحدى الحسنين، تنقتلون أنتوا فائزين، واللي بعده يخاف من القتل خلي يشوف أثر حج قاسم المقتول على الأمة في حاضرها وفي المستقبل القادم.
قال لي شوف أثر حج عماد، شيخ راغب، الشهيد الصدر، شهيد المحراب، بقية الشهداء. أول أمس أو قبل 3 أيام إجاني أحد الأحباب تسلم علي قال لي أنا ابن تحسين الصالحي رحمة الله عليه. حقيقة ما تملكت نفسي، يعني ودي كنت أن أقدر أحضنه. تحسين الصالح ما نعرفه، لكن أصبح قامش كبرش عرض ما نهز نخلة وما نهزت أمام الإعصار. والإخوان اللي يعرفون في مسائل الجبهة، القناص من أخطر الأماكن اللي يستهدفها العدو، دائما يصب نظره وين القناص، وتحسين الصالح كان دائما في المقدمة. وأمثال تحسين الصالح إيش قد عندنا؟ هذولا في وقت عدونا من نعم الله جاي يضعف، أنا أشوف به تأثير على تعجيل الظهور. الإمام قلنا يعجل إلى الظهور إذا العدو ضعف. إذن علينا أن نسهم في هذه القضية، وعلينا أن ما نرضخ للتهديدات حتى لو حصل ما حصل. إخواننا في فلسطين واقعاً ضربوا أمثلة في إمكانية الصبر والمصابرة، أمثلة في غاية الروعة. هذه الأمثلة إحنا شفناها في تاريخنا وفي ممارسات علمائنا، بل حتى لو ذهبنا إلى كربلاء راح نشوف هذه الأمثلة، بل هي المنصات التي تم الاقتداء بها من قبل أحرار العالم. لكن بالنتيجة اللي ينقتل ينقتل بأجل لو بما يأسس إلى الصهاينة كعقيدة إنه أجل بيد الأمريكيين يخسر، بيد البريطانيين أذلاء، لكن هذول إلهم قوة اعتبارية مبنية على أساس تخويفنا. إذا خفنا قوتهم كبرت، إذا ما خفنا شلون ما نخاف؟ نرجع إلى عقائدنا، نرجع إلى قيمنا اللي ما تعطينا مجال أن نتراجع. بذاك الوقت يصير حد الساتر محمي ومصان. أما إذا فقدناهن والله شو أقول لك، جوي 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 إلحقوا إلحقوا. رحمة الله على حاج قاسم يحدثني عن أحد الجلسات اللي صارت، وقاعد واحد ينتمي إلى منطقة بعيدة جدا عن أوضاع داعش، يقول كنا نخطط شو نسوي وما إلى ذلك. أحدهم وذاك الوقت كنا محتارين في كيفية إيقاف تمدد داعش إلى بغداد. تدرون وصلوا إلى إبراهيم بن علي، المنطقة القريبة جدا من الشعلة. بعض المتحدثين كانوا مستهينين جدا بالوضع، حجي نتوكل على الله نروح للمنطقة الفلانية ناخذ المنطقة، تحدثوا بهذا المنطق. واحد من هؤلاء قال له حجي عود دير باكم على منطقتنا، خاف يوصلونا داعش لهناك، مسافة 300-400 كيلو بعيدة. وهذا المسكين رجليه تتراجف. تذكرون قصة إنها قريش ما ذلت منذ أن عزت لولا؟ في معركة بدر إجا فلان وإجا فلان يقولوا دير بالك يا رسول الله، معود هذه قريش ما إن قدرتها، ذولا كذا، ذولا ما ذلت منذ أن عزت وما خسرت منذ أن انتصرت. من اللي يقدر لهم عمي؟ ذولا بحرب عالمية ثانية دخلوا وانتصروا وضربوا الأول والتالي وهيمنوا على العالم، والاتحاد السوفيتي ما قدر لهم وما إلى ذلك. اليوم شنو صاروا خرقة لو ما صاروا خرقة؟ هذه الأمثلة قدام قبلها. اللبناني مع ضعفه يستهزئ بهم. اليمني مع ضعفه يستهزئ بهم. العراقي مع ضعفه همته أعلى من السماء، ما يهابهم.
في زمن رسول الله من اللي نصر رسول الله بشكل جدي؟ اللي راح قال له اذهب يا رسول الله، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله لو ذهبت إلى أحد مناطق، أنا ما أذكر الاسم، أحد مناطق الحبشة، لو ذهبت بنا إلى غمار المنطقة الفلانية لذهبنا معك. هذا المنطق اللي أدي إلى انتصار بدر، ما صنعتها ثقافة إنها قريش، صنعتها ثقافة يخسأ هؤلاء، إحنا نروح وإحنا اللي نوقف وإحنا اللي نحمي الحد. مو كلمة الحد بالنسبة للعشائر غيرة وشرف، مو هي هذه لو غيرها؟ هذه الغيرة والشرف وحدنا، عقائدنا، قيمنا، وحد العدو إذا وصل يمنا. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.